سجل. أوكي. السلام عليكم. محاضرتنا اليوم عن الـ pathologies of periodicular tissues، اللي هي المحاضرة الرابعة بمنهجنا، تعتبر ثاني محاضرة بالإندودونتكس. اليوم قاعد نسولف يعني عن شغلات لها علاقة بسيمبتومز، ساينز اند سيمبتومز. ما راح يكون عندنا هواية صور، بس راح نسولف في شيء كلينيكال كلش مفيد وراح يفيدكم بالمرحلة الرابعة والخامسة وحتى باقي الأقسام همينة. أتريد تميزون الحالة مالت السن مثلا حسب التريتمنت بلانينج مالتكم، هذا أيضا يدخل من ضمن البيشنت ايفالويشن مالتي الموضوع، فهو الموضوع كله شامل. ليش انطيتكم البيشنت ايفالويشن؟ فكرة عامة عنه كجزء من الاوبراتيف، هذا فشي سبيسيفيك بالاندو. اوكي، ذن الديزيزز اللي اليوم راح نسولف بيهن ان شاء الله بالمستقبل تكون عندكم فكرة متكاملة عن الموضوع. وانا افضل انه نسوي فد سيشن او فد شيء عرض الاسبوع، نسوي بالنسبة للي يحتاج فد عدة فد سؤال او استفسار عن شيء معين بالإيفاليويشن بصورة عامة، ذن اربع محاضرات على مود تكون الفكرة متكاملة عند الكل. اوكي، طبعا الـ periodicular tissue pathologies هي عبارة عن سيكويلي. اوكي، خلينا شوية نسولف بهاي الصورة. عبارة عن سيكويلي، شنو هو الفيت اللي يصير عندي لما يصير عندي يعني تحول السن من انيشال من ساوند توث الى انيشال كاريز الى ديب سيتد كاريز. شو تعطانا هذه؟ بس راح افتح لكم الشات بس اريد اشوف اذا طلعت لكم الشاشه. طلع كتبوا لي اذا طلعت لكم الشاشه التاشير هذا اللي قاعد اشيره بالبوينتر، طلع لكم؟ اوكي، بعد نرجع نكمل. احنا هسه نسولف عن الفيتس بصوره عامه، شنو اللي راح يصير، شنو الخطوات، يعني الديزيز اللي يصير عندي الكاريز البروجريشن بالمستقبل ايش راح يصير بيها، ايش راح يصير بالبالب، ايش راح يصير بالبون سراوندينج ذا ابيكس. هنا هاي صوره فد مخطط فد رسم يوضح لي الفيت اوف كاريز اند بالبال tissue reaction and periapical lesion formation. بالبداية هذا صورة tooth sound initial caries، هنا أنا ما عندي فد change بالpulp normal، هنا أنا فد mild irritation، هنا أنا صارت deep seated caries، صار عندي exposure للدنتين، معناتها صارت عندي irreversible pulpitis أو فد شيء قريب. ليش قلنا فلاش باك؟ هسه نرجع نسوي لكم فد ريفيو سريع عن الموضوع، لان هو كونكتد، يعني كلش كونكتد. يعني بالعيادات اكو عندكم هو راح تصرفون وقت على ما تعرفون البيشنت هذا هو ريفرسبل اور ريفرسبل بالبايتس، وشلون تربطوها وشلون تعرفون اذا عنده الديزيز واصل للبون
اللي هو عابر البلب واصل الابيكال بارت معناته ادفانسد. هذه ساينز وسيمبتومز لازم تميزوها واحنا راح نسولف بها المحاضره. مهم نرجع على نفس السياق. هنا أنا صار عندي ديب سيتد كيريز معناته عندي ريفرسبل بالبايتس. هذا التريتمنت مالته معناته شنو اسوي؟ معناته اسوي ريستوريشن. هنا أنا استمرت شويه وفتح على البالب صارت شنو؟ صارت الريفرسبل بالبايتس. استمر شويه وراحت نهاية البون، نهاية الروت الأبيكس دخلت بداية على البون. هنا صارت عندي بيري أبيكال بريدنتايتس حسب الستيج مالتها، أكيوت أو كرونيك. بالبداية صار أكيوت، بعدين استمر شوية صار عندي بون ديستركشن. وصار حنسولف عن الشغلات، بس نرجع كفلاش باك بس نراجع لكم الموضوع. فلاش باك شوية شوية نسولف لكم الموضوع عن مات الأكيوت بالبايتس اللي سولفنا به ذاك الأسبوع. قلنا إحنا عندنا الديزيزز مالت السوفت تيشيو تشينجز. أنا ما راح أسولف لكم كلهن لان عندكم الفيديو تقدرون تراجعوه، بس احنا راح نسولف الشغلات اللي هي كونكتد اوريدي، كونكتد اوريدي اللي هواي تشوفوها يعني انتم بالديلي براكتس، اللي هي الريفرسبل بالبايتس والريفرسبل بالبايتس اللي هي تكون اكيوت وكرونيك، والهايبرفلاستيك بالبايتس اللي هي تعتبر من الكرونيك بالبايتس. قلنا الريفرسبل بالبايتس سمتمز مالته البين نيد اكسترنال ستيمولاي سبسايد immediately after removal، يكون very sharp pain difficult to localize. هذا يعني فشي احنا نسميه characteristic feature، يعني لما يجي البين يصير على الارش كله او على الكوادرنت مالت الارش كله. الابيرنس مالتها radiographically يكون normal، التيث ما بي tenderness للبركشن، يكون بي سنسيتيفيتي للكولد ايفن ذا هوت، يعني هي ثيرمال ستيمولس. اوكي قلنا احنا سب هاي المرحله هو شنو ديب سيتد، ديب سيتد كاريز يعني معناته عدد دنتين اكسبوجر، وهذا الستيمولاي ده تجي قريبه على البالب. ليش؟ لان الريمينينج دنتين ثيكنس يكون قليل، فيكون الدنتين معرض للبيئة الفمية ومن ضمنها الكولد والهوت even the sweet stimulus. هذا يسبب لي pain، البين هذا يكون difficult to be localized. اوكي الكاركترستيك فيتشر يكون مالته difficult to be localized وهو short duration على قد الافكت مالتي، وبعدين يروح على قد الستيمولاس على قد ما شربت مي وراح الستيمولاس، يعني هو ما يستمر اكثر من دقيقه. اوكي هذا بالنسبه للريفرسبل بالبايتس. نجي للريفرسبل بالبايتس الاكيوت. الاكيوت يكون سيفير بين، يكون سبونتينيوس. هذه الشغلات اللي راح ناخذها من الهيستوري سالفنا بيها. الهيت ستيمولاس تزيد لي الالم. ليش؟ لان راح اسوي لك اكسبانشن بالبلد فيسلز. الكولد ستيمولاس تكون اسوي كونتراكشن وتقلل لي الالم بالنسبه للريفرسبل بالبايتس. بالعاده يجي البيشنت يعني اذا عرف على شغله يقعد يحط في شيء ثلج او في شيء بنسميه هذا هوت توث. ماكو عندنا تندرنس للبركشن. Periodontal ligament may be widened. هذا مو كلش evident على الاكس راي but maybe. اوكي هذا بالنسبة للأكيوت بالبايتس. even
This type of pulpitis is difficult to be localized. بس شلون نفرقه عن الريفرسبل عن الريفرسبل؟ الريفرسبل يكون spontaneous بينما ذاك لا متعلق بستيمولس. الاستمرارية مالت الألم أو إيش قد عدي time of pain هذا يكون يعبر 20 دقيقة احتمال يستمر بالساعات بينما ذاك لا على قد الاستيمولس ولما يروح الاستيمولس ما يستمر أكثر من دقيقة أو حتى أقل يجوز حتى ثواني يكون pain مالته severe أو على شكل dull acute بسبب الستيميليشن مالت السي فايبرز. هذا بالنسبة للأكيوت بالبايتس. الكرونيك بالبايتس يكون mild, moderate, intermittent pain. الثيرمال تيست يكون ميتال فاليوز التندرنس البركشن يكون يعني نيجاتيف ما عندنا مشكلة بالكريدنشيوم. العلاج مالته يكون روت كانال ثيرابي اوبستراكشن مثل الأكيوت بالبايتس. كرونيك بالبايتس يعني مو كلش راح تشوفوها يعني بالعاده احنا عندنا ام اكيوت او نسميه نكروسز او نكروسز يعني هذا الواقع بالموضوع ما عندي فد كاركترستيك فيتشر تميز لي كرونيك بالبايتس من الاكيوت بالبايتس ما عدا هو ما مستمر ما واصل للبريدنشيوم ما عندي بريبيتال تشينجز نفس الوقت هو التوت نون فايتال هذا اسميه كرونيك بالبايتس احنا نسميه بالب نكروسز. اوكي الهايبربلاستيك بالبايتس يكون بسبب الـ باليونج ايج بسبب الاوبن ابيكس احنا قلناها هذا سبيشال تايب اوف كرونيك بالبايتس يكون البلد سيركيليشن قوي فلذلك يسبب لي انه اوفر جروث يكون البالب تشامبر اوبن لذلك يسبب لي اوفر جروث بالبالب تيشو ويصير على شكل بالب بوليب سميه. هذا فيما يخص الأكيوت بالبايتس. هسه نجي على محاضرتنا اليوم اللي هي الباثولوجيز ريليتد للبيراديكولار تيشو اللي هي مثل ما قلنا استمرارية الستيمولاي والبكتيريا اللي تنتقل لي من الروت كانال to the periapical area involving the periodontal ligament, periodontal space inflammation. هذا يكون نتيجة destruction للبون or the root مثل ما راح نشوفه بمحاضرتنا. له عدة أسباب ال periodontal pathology. بصورة عامة the most important is bacterial. يجيني من الـ Untreated Pulpal Necrosis. طبعاً خلوها بالكم الـ Root Canal تعتبر يعني فشي كلش يونيك يعني الـ Ecological Niche مالتها اللي هي البيئة مالت الـ Bacterial Growth اللي هي موجودة بالـ Root Canal تختلف عن باقي المناطق. معظم البكتيريا تكون نن ايروبيك يعني ما راح تحتاج الاكسجين وتستخدم الهوست تيشو وايضا التيشو فلويد از انيوترينت. اوكي فتختلف هنا انا عندي البكتيريا هي عباره عن امتداد ما بين البايوفيلم اللي موجود عندي بالبالب يجيني من البالبال انفكشن انا قاعد انسولف بكتيريا يعني معناتها اوبن بالب او كاريز ممتده فمسببت لي بالبال نكروسيز اكو عندي فشي يصير له بايوفيلم انا خلوها ببالكم انه بالبالب. هسه احنا نرجع شويه على البالب. هسه هذا البكتيريال شلون امتداده لل بيراديكولار تيشو. البكتيريا تجي ان تو فورمز بالنسبة قليلة من عندها تكون in free form يعني بالسبيس مالت الكنال ونسبة كبيرة من البكتيريا تكون على شكل biofilm. biofilm يعطي فد protective mechanism للبكتيريا بنفس الوقت يعطيها nutrient. nutrient يأخذها من التيشوز
وياخذها من الفلوز اللي موجوده تشوف فلوز هذه يعني يعطيها فد بروتكشن بنفس الوقت نيوتريشن. فلذلك احنا عندنا الكلينينج زي ما مثل ما راح نشوف بالمحاضرات القادمه كيميكالي اللي يكون كيميكال موداليتي اللي يكون على شكل الريجيشن سوليوشن لازم نسوي لي ريموفال لهذا البايوفيلم اللي موجود لازم بيها انتي بكتيريال اكشن مثل ما راح نشوف. لذلك هي البايوفيلم it is not easy to eradicate, it is not easy to remove the biofilm, and in most of the cases you cannot remove the biofilm entirely. اوكي وراح نسولف بوقتها شلون وليش وشلون راح ينجح العلاج مالتي. اوكي بس هي الفكرة ان البكتيريا ما تجي in free form. امتداد هذه البايوفيلم انفكشن امتدادة للبيرابيكولار تيشيو البيرابيكال تيشيو حيسبب لي بيرابيكال باثوسيس فهو جزء من البلبل انفكشن اللي صاير عندي ممتد للبيرابيكال اريا. في ذلك تكون خصوصا اول بالبداية اللي يكون البكتيريال سبيشيز اللي موجودة نفسها هي نفس اللي موجوده بالبلب وهي يعني هي اللي راح يصير جرانيليشن تيشو. هسه راح نسولف بالمحاضره جرانيليشن تيشو هي عباره عن هوست ديفنس ميكانيزم. هذه كل هذه الاعراض اللي دا تصير والجرانيليشن تيشو اللي دا يصير والسيست اللي دا يصير والابسس وكل هذا اللي دا يصير هو شنو هو عباره عن ديفنس ميكانيزم للجسم. أوكي. هذا فيما يخص السبب اللي هو العلاقة بالبكتيريا. قد يكون عندي يصير عندي باثولوجي بسبب التروما. مثلا راح نجي احنا بالتايبس بالكلاسيفيكيشن راح نسولف شو وقت يجيني من التروما شو وقت يجيني من البكتيريا. التروما الفيزيكال تروما تجيني من الاوبراتيف بروسيجر هذه مثلا هاي سبوت. التروما اللي تجيني من التروما هي نفسها اللي تكون fell down on the tooth. هنا الصورة fell down on the tooth and fracture. هذه تروما بصورة عامة سواء من الأوكلوجين تجيني من الهاي سبوت أو تجيني من الاكسترنال تروما. هذا شنو يسبب لي؟ يسبب لي ديسيكيشن للدنتال فوليكل. أوكي. وراح يسبب لي هيت ترانسفير هذا اللي يجيني من الاوبراتيف بروسيجر. هذا شنو يسبب لي شنو يؤدي لي الى شنو احتمال يصير عندي دامج للبلب. ليش؟ بسبب البلد سبلاي اللي راح ينقطع. اوكي هو هذا راح يؤدي لي الى نكروسيز رغم انه هو السن نوت انفكتد. خلوها ببالكم يعني سدا استمر يعني هذا بيشنت fell down on his tooth. اوكي الروت ابيكس لما تحركت من مكانها او صارت في الضغط ابيكالي ترانسفيرد هذا الضغط هذا شنو ياثر لي؟ ياثر لي على البلاد سبلاي. البلاد سبلاي لما ينقطع عن البالب راح يصير عندي نكروسز. نكروسز يصير احنا نسميها الليكوفاكشن نكروسز سوري نكروسز اللي راح يصير مو بسبب البكتيريا جايني من الكات اوف بلاد سبلاي. يصير كاتينج بالبلاد سبلاي ايفن يعني هذا يصير حتى احيانا يصير عندي بالاورثودونتيك تريتمنت اذا هاي فورس هاي يصير عليه دكتور علي اذا عندي هاي فورس دكتور علي راضي اللي هو مدرس ماده الاورثودونتكس هذه هنا أنا عندي الكاتينج الفورس اللي يستخدموها أحيانا إذا كانت not well planned وكانت يعني مستخدمين جيج مالت واير عالي والحركة سريعة الفورس اللي صار على التوت سريعة احتمال الموفمنت يسوي لي كاتينج للبلد فاسلز أبيكالي وهذا يسبب لي إلى نكروسيس وهذا ايضا عباره راح يصير عن empty space وهنا همينه
عن طريق الـ other modalities احتمال يصير بي infection and inflammations. ما دام صار death معناته هذه صارت السيلز النكروتيك احتمال يسبب لي الى ديبريز، هذه راح تروح بالبريبيكال اريا تصير عبارة عن foreign body reaction وتبلش لي السيكولي مالت البريدنتايتس. اوكي عندنا قد يكون هو idiopathic اللي يصير عندي بسبب الروت كانال تريتمنت or during the root canal treatment. هي عموما يعني بيها فد عدة أسباب اللي يصير عندي، بس فرضا هنا احنا عندنا يعني راح تاخذوها الirrigation اللي يصير irrigation صح نجيب التعليمات لازم اوصل فد منطقة قريبة على الابيكس قبلها باثنين الى ثلاثة ملي ولازم ما اسوي بريشر. هاي كلها شروط على مود شي يصير عندي على مود شنو امنع الابيكال اكستروجن مالت الirrigant material. معظم الirrigant material و خلينا نقول اكفد irrigant material اللي هو صوديوم هايبوكلورايد اللي احنا نستخدمه كلش هواي بالعلاج مالتنا، هذا كلش irritant كلش irritant كلش cytotoxic. اوكي لما يروح للابيكس يسبب periapical periodontitis، هاي تكون idiopathic بسبب الايرور اللي صاير. اوكي هسه احنا قلنا ممكن يصير بسبب الاكستروجن مالت الريجنت للبريابيكال تشيو يكون اكيوت بالبايتس، يعني ورا ما فتحت الروت كانال وسويت هذا شوي عبر عندي الريجنت ماتيريال، ها صار عندي فورن بادي رياكشن وسبب لي الى برابيكال باثولوجي. هسه راح نرجع عليها بعدين بالتفصيل شنو ايش راح يصير او يا تايب اللي راح يصير. هذا نفس الشيء هنا، هذا عندي فايل احنا هذا نسميه فايل راح تاخذوه بالمحاضرات القادمه. هذا استخدم لي الشيبينج مالت الكانال، هنا أنا احيانا اذا رحنا بيوند ذا ابيكس او اطول من الكانال هنا أنا احتمال راح انقل ديبريز او راح انقل بكتيريا من الكانال انقلها للبيريراديكولر اريا وهذا ايضا راح يسبب لي بيريابيكال باثولوجي. هنا أنا يكون احيانا بسبب الاوفر اكستنشن مالت الفلينج مالتي مالت الروت كانال فلينج اللي هي تكون بالعاده كتبرج او السيلر مالتها البف اللي يصير، احنا نستخدم سيلر نستخدم كتبرج مثل ما راح تاخذون بالمحاضرات القادمه. اذا صار عندي عبرة الكتبرج هي طبيعتها انارت ماتيريال بس هي تبقى فورن بودي احتمال تسبب او احتمال ما تسبب، هذا يعتمد على المناعة. بس هنا انا عندي هذا الاوفر اكستروجن مالت السيلر، لا هذا اكيد هيك شيء راح يسبب لي فد فورن بودي رياكشن واحتمال يصير عندي بريابيكال باثولوجي بسبب هالموضوع هذا. فهي البيشنت يجيكم اوريدي راح يصير عنده بين، فبهيك حالات you should be cautious when you work with during obturation with root canal treatment لان انا احتمال اسبب باثولوجي للمريض مالتي. هسه نجي على اول موداليتي اللي هي كلاسيفيكيشن للبيريابيكال باثولوجي. عندي اول تايب اللي هو الاكيوت سيمبتوماتيك ابيكال بيريودنتايتس اللي هو عباره عن شنو؟ عباره عن بينفول انفلاميشن للبيريودنشيوم. اوكي هو عباره عن انفلاميشن اراوند ذا ابيكس من شنو يجيني هذا الانفلاميشن around the apex؟ specifically دي يجيني احتمال من الاوكلوزال تروما. اوكلوزال تروما هسه قلناها هذا هنا اوكلوزال تروما اللي هو الهاي سبوت بالريستوريشن، سويت ريستوريشن وما شيكت فد بيبر بوينت واحتمال البيشنت ما انتبه على الهاي سبوت or the patient is negligent هذا يسبب لي الريتيشن اللي يصير يسبب لي
الريكورنت الريتيشن يسبب لي الى ارجع يسبب لي اكيوت بري ابيكال بيريدنتايتس يكون سيمبتوماتيك. ايضا احتمال يجيني عن طريق الريتيشن اور انفكشن اللي يجيني من الروت كانال تريتمنت او يجيني عن طريق الكاريز وباقي الشغلات اللي موجوده يعني من البلبل انفكشن. اوكي خلوا بالكم انا قاعد اقول بلبل انفكشن، هذا هنا صار عندي استمر شنو صار مثل ما سولفنا بدايه المحاضره استمر صار عندي اكيوت ابيكال بيريدنتايتس. فاسباب سمالتها هسه خلي شويه نسوي لها سمري. اوكلوزال تروما احتمال يصير عندي من هاي سبوت ماتر ريستوريشن، الاريتيشن اللي جاي من البلبل انفكشن اور انفكشن ثرو روت كانال تريتمنت يكون ايتروجينيك بسبب التريتمنت مالتي وسولفنا عليه هنا. اوكي هسه نجي على الكلينيكالي ايش راح نشوف هنا. لازم نميز هنا عندي التوث ستاندرد تو بيركشن. اوكي البين مالته دال اند ثروبينج. كاركترستيك فيتشر هنا عندي بالاكيوت بريدنتايتس هي اللوكاليزيشن اوف بين. فهنا هاي وحده من اهم الشغلات اللي اميز بيها ما بين الاكيوت بالبايتس والاكيوت بريابيكال بريدنتايتس اور سيمبتوماتيك ابيكال بريدنتايتس. هذه من اهم الموداليتيز اللي اميز بيها هي اللوكاليزيشن مال بين. اوكي لوكاليزيشن مال بين اكو فرق ما بين البيشنت يجي يقول لك انا عندي هذا الكوادرنت كله يوجعني هذه المنطقه كلها توجعني دكتور، اكو فرق ما بين يجي راسا ياشر لك هذا السن بالذات هذا السن يوجعني. اوكي بس انتم خلوها ببالكم اكو بعض البيشنت يكون هو مسوي ومدور ومباوع بالمرايه ويقول لك انا كله يوجعني احتمال او ما يقول لك على هذا الشيء. اوكي بس يقول لك هذا التوث. تجي احنا هنا اهميه الهيستوري ايضا جدا مهمه جدا مهمه شغله الهيستوري اللي اخذناها بالبيشنت ايفالويشن بصوره عامه. اليوم عندكم كلش قليل. نجي على الراديوغرافيكالي ايش راح نشوف او نرجع للكلينيكالي. البيشنت احتمال واحده من الاعراض اللي يقول لكم اياها اللي هي البين اون ماستيكيشن يجيني على سبيسيفيك توث. اوكي يكون عادة هذا مو شو يعني مو لونج بيريود اوف تايم بس هو يعني كاركترستيك يعني اللوكاليزيشن مالته يكون دال ثروبينج بين كونستانت. اوكي راديوغرافيكال ايش راح نشوف ممكن هنا أنا اكو هذا اكيد اخذته بالمحاضره مال البريو عندي في شيء اسمه لامينا ديورا. احتمال ما نشوف اي شيء بالاكس راي يعني راديوغرافيكالي nothing is evident بس احيانا عندي لوس باللامينا ديورا. اللامينا ديورا هي هذا الوايت لاين هذا عبارة عن dense area هذا بداية الconnection ما بين الفايبروبلاست والبون من جهة ومن جهة ويا البلب. اوكي وهذا موضوعي موضوعي انه هذا احتمال اشوف فشي صحول loss of lamina dura continuation or loss of lamina dura يعني انا عندي مستمر البابس هاي شوية كبيرة احتمال حتى تجيكم اصغر بس انا اتبع هذا الوايت لاين هذا اذا شفت بالابيكال اريا اور ذيس اريا هسه انا اللي مضللها. اوكي تبهو على الحدود مالت اللايت مالتي يعني هذه الابيكال 3 مليمز تمام اشوف بيها من جهه لوس اوف لامينا ديورا. خليها ببالكم مو دائما اشوفها بالابيكس لان انا الكنالز مالتي مو دائما تفتح بالابيكس احتمال تفتح لاترالي.
لما تفتح ميزيلي حسب الحالة. أوكي، فأشوفها هي loss of continuity of lamina dura. هاي possibly يعني مو 100% مو كل الحالات. بس يعني معظمها كعدي loss of lamina dura بالacute apical periodontitis. التريتمنت الهيجي كيس التريتمنت يعتمد على الدياجنوسيس مالتي. هذا كانت اوكلوزال تروما الهاي سبوت، هذا راح اتجه باتجاه الاوكلوزال كوركشن. اوكي، بينما ذا كان هو الروتيشن جايني بسبب البالبال انفكشن، هذا لا لازم روت كانال تريتمنت. اوكي، اذا كان عندي اياتروجينيك روت كانال اثناء روت كانال تريتمنت، هذا عباره عن فلير اب، هذا لازم انطي تايم على مود يصير بي ريزوليوشن. اوكي، اللاست ريزورت هو الاكستراكشن اللي هيجي حالات، خصوصا بحاله الانفكشوس، خصوصا اذا كان التوث ريستورابل، هذا يكون هوبليس بسبب الكميه الكاريز الموجوده، فهذا يكون الافضل له اكستراكشن. بس احط فد اربع خمس خطوط اجرها جوا توث ريستورابل، اذا هو ما ممكن كما سالفنا، اذا هو ما ممكن الريستوريشن مالته، فشنو الداعي للروت كانال تريتمنت؟ هي الفكره هذه من الموضوع. نجي على السكند تايب بالكلاسيفيكيشن اللي موجود عندي، هي الكرونيك ابيكال بيريدنتايتس اور اسيمتوماتيك ابيكال بيريدنتايتس. هي عباره عن سيكويلي اوف ابيكال of acute apical periodontitis، يجيني من الانفلاميشن والدستركشن اللي يصير عندي بالبيريراديكولار اريا. اوكي، يجيني من نفس السبب، هو يجيني من الانفكشن، البالبال انفكشن. الكرونيك ابيكال periodontitis خلوها ببالكم يجيني من الانفكشن فقط. يعني لا تتخيلون عندي اوكلوزال تروما، اوكلوزال تروما راح تسبب لي عندي ليجن كبيره بهذا الاريا، لا، البيشنت راح يستمر عنده البين بين 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 الى ان يعني البين راح يجبره يجي للطبيب على مود يعالج الاوكلوزال تروما. لذلك واحده من الشغلات المهمه اذا انا التوث مالتي بالهيستوري هو البيشنت مسوي فد ريسنت ريستوريشن تريتمنت ان باست 2 مانث وصارت عنده هاي المشكلة، وأنا قاعد أشوف ماكو مشاكل ثانية، ماكو كاريز ما معالجها الطبيب القبلي أو آني، فأتجه باتجاه التفكير مالتي هي occlusal adjustment على مدى الوقت اللي داهمنا. أوكي، نجي إيه chronic apical periodontitis. بالكرونيك هي عبارة عن infection مستمر لي من البالب. أوكي، مستمر من البالب رايح للperiapical tissue مسبب لي granulation tissue. هي عبارة عن necrosis of the pulp, irritation, stimulation للperiradicular area يسبب لي formation of granulation tissue. هي عبارة عن protective function مثل ما قلنا قبل شوي. protective function هذا الجسم أو المناعة اللي موجودة عندي اللي يسوي عبارة عن confinement أو تكييز أو خلينا نقول إحاطة للميكرو أورغانيزم اللي هي تكون إكسترودد من الروت كانال على مود تمنعها من السبريدنج للأدجيسنت توث. نعرف خلوها ببالكم، هنا أكو راح يصير عندي فترة بها توازن، واحتمال فترة يصير بها أكيوت إكزاسربيشن يعني تحول إلى أبسس مثل ما راح نجي بال أكيوت أبيكال أبسس. أوكي، clinically affected tooth maybe vitality negative vitality non vital يكون tenderness للبايتنج والبركشن mild. sometimes استخدم البالبيشن بالديجيت مالتي اجي على الروت ابيكس من جهه ال ميوكوبوكال فولد او بوكالي اجي على اللاين مالت او الاريا اوف ذا روت ابيكس اضغط على السوفت تيشو احتمال يصير عنده سام تندرنس. اوكي،
راديوغرافيكال فيتشر مالتها variable طبعا، يعني هي تكون from small to large lesion حسب، يكون احيانا يكون حتى هو minimal widening بالpredental ligament اوكي الى large area حسب الستيجينج مالته وحسب الانست اوكي. هي تجيني كسيكولي للاكيوت بريابيكال بيرودنتايتس، فهي حسب الستيج مالتها طبعا للانفكشوس بارت او الارتنت اللي جايتني من البلب انفكشن صار كرونيك. التريتمنت مالتها لازم هي تكون هنا روت كون تريتمنت، او نرجع نفس السبب اكستراكشن اذا كانت عندي ان ريستورابل نفس الكلام. هنا البوسيبل كومبليكيشن ايش راح يصير عندي اذا ما عالجتها؟ احتمال هذه يصير الجرانيليشن تيشو اللي موجود عندي الفورم بودي ريكشن يصير على شكل جرانيلوما تكون ويل اتاش للروت مور ديفيكولت تو هيل، اما تكون يصير عندي فد ابيثيليال لايننج تكون مور ويل ديفايند يصير على شكل سيست، احتمال عندي تفتح ساينس تراكت يصير كرونيك ابسس، او يصير بيها اكيوت اكزاسربيشن اوف ذا ديزيز اذا ما بيها ساينس تراكت يصير اكيوت ابيكال ابسس. هسه نجي على الاكيوت ابيكال ابسس، هي عباره عن انفلاماتوري ريكشن تو ذا بالب انفكشن اند نيكروسيس. وين يصير؟ يصير بالبيرابيكال اريا كاركترايزد باي يكون رابيد اونست فورميشن اوف باس اند بيرلنت ستارج discharge كون to tenderness to percussion. بس هنا خليوها ببالكم يعني هي difficult to be localized، ليش؟ لان هي يكون generalized infection بالاريا كلها بالadjacent teeth. هنا احيانا الاكسراي لما ناخذها تكون very helpful to determine the cause of infection. هي عبارة عن invasion للبكتيريا اللي يجيني from necrotic pulp tissue. هذا الانفيجن احيانا يكون على شكل acute exacerbation of chronic apical periodontitis مثل ما قلنا هنا، هذا احتمال يصير بها عبارة عن abscess، هذه يصير chronic apical periodontitis احتمال اذا صار بها imbalance or during treatment، هذا خصوصا during treatment طبعا acute exacerbation chronic periapical periodontitis خصوصا يصير عندي during the root canal therapy، يعني الاشياء اللي قلناها بالبدايه هو already the patient عنده periapical periodontitis بسبب infection من البلب، وانا جيت سويت له acute او مديت الirrigation مالتي عبر شويه او شويه وصلت له debris، صار شفت بالميكانيزم صار شفت بالبالانس مالت البكتيريا وهذا سبب لي الى acute exacerbation and abscess formation. اوكي نجي على الباثوفيزيولوجي مالتها شلون يصير، يكون عباره عن increase بالبلب بريشر بالبدايه، هذا راح يسبب لي كولابس بالفينيال سيركيليشن، هذا الفينيال سيركيليشن كات طبعا مثل ما تدرون هي سبب لي هايبوكسيا بسبب الكت مالت البلد فيسلز اوكي يصير كت للسيركيليشن، هذا يسبب لي هايبوكسيا اوف اللوكال تيشو سبب لي الى لوكال ديستركشن بالبلب تيشو يسوي لي بالاخير فورميشن للبلب ابسس. ليش؟ يسبب لي بريك داون مال البوليمورفو نيوكليير سايت بكتيريا and lysis of pulp remnant يصير عبارة عن liquefaction ويسبب لي abscess formation. نجي clinically what will you see clinically عبارة عن throbbing pain diffuse swelling involving tissue spaces احتمال يصير بعدين cellulitis كما قلنا. Localization مالت التوث يكون عندي difficult ليش؟ لأن البين يكون diffuse، أنا لازم أميز ويا الأكيوت بالبايتس ذاك أيضا يكون عندي diffuse pain
بس ذاك الفرق اللي اقدر اميزه انه البين اللي جايني ما بي انفكشن اور انفلاميشن تو ذا تيشوز. طبعا هو راح يجين اكو في التندرنس يصير البركشن ما موجوده بالابيكال بيريدنتايتس. تندرنس هذا احتمال يصير على الاكيوز توث والادجيسنت تيث خصوصا اللي متاثره. اوكي فلذلك يكون في ثلاثه او اربع اسنان تندر تو بركشن. يعني اذا استمرت يكون مور بينفول، احتمال يصير عندي موبيليتي بال ليتر ستيجز. اوكي often the patient have systematic symptoms like fever, malaise. احتمال يصير عندي spread بالinfection بسبب الerosion مال cortical plate. هذا راح يسبب لي ضغط على cortical plate الباص. اوكي فيصير عندي rapid erosion للcortical bone وهذا يسبب لي diffusion spread and formation of cellulitis. cellulitis عبارة عن inflammation this soft tissue spaces. cellulitis الموقع مالتها حسب الانسيرشن مالت المصل اللي عندي، وهذا انتم راح تاخذوه اكثر شيء بالسيرجري بالاورال سيرجري، وتاخذون هم من جزء من عنده بالاورال ميديسن. اوكي شلون راح يصير الموقع مالته سبمنتال سبمانديبولار اللي يصير عندي، وليش يصير سبمنتال احيانا، ليش يصير سبمانديبولار، وشلون علاقتها بالمصل اتاتشمنت اللي موجوده، اذا صارت فوقها اذا صارت جوا ايش راح يصير. هذه تاخذوها بالسيرجري، بس احنا المهم عندنا احنا نعرف هذا راح يصير عندي ديفيوز انفلاميشن سيلولايتس. هنا عندي الاكس راي مهمه على مود احدد الافكتد توث. اوكي اشوف بي كاريز، اشوف بي ايفيدنس مال بون ديستركشن بريبيكال باثوسيس. طبعا الراديوغرافيكال تشينج عندي فاريبل، يعني تعتمد على الاماونت اوف بيراديكولار ديستركشن اللي هو اصلا موجود، بس هي بمعظم الحالات عندي ويل ديفايند راديولوسنت اريا. تريتمنت خلوها ببالكم، اهم شيء بالاكيوت بيرابيكال ابسس، يعني حتى لو انا مسوي بلانينج فور اكستراكشن انا لازم اسوي قبلها هي درينج. اوكي هي ريموفال اوف ذا كوز از سون از بوسيبل، اللي هي شنو اللي مسبب لي الانفلاميشن اللي هو الباس فورميشن والبريشر اللي مسويه لي اياه بالتشوز. ف انسجن درينج. اوكي بعدين حسب الحاله مالت المريض احتمال انطي انتي بايوتيك، تعتمد على الحاله مالت المريض. معظم الحالات لازم ننطي انتي بايوتيك، ليش؟ لان اكو فد سيستماتيك فيفر او سيستماتيك انفولفمنت، لذلك تكون خطره السالفه لازم ننطي انتي بايوتيك. ورا ما تروح الاكيوت سيمتومز مالت الابكال ابسس يصير بها ريزوليوشن، سوينا درينج للباس والابسس، اقدر اروح باتجاه التوث حسب الحاله مالته، اقدر اسوي له روت كانال ثيرابي اور اكستراكشن اذا كان هوبليس توث. اوكي تمام. كرونيك بريابيكال ابسس هذا يجيني على شكل ساينس تراكت. ساينس تراكت نفس الاكيوت بريابيكال ابسس تمام، يتحول لي الى كرونيك بريابيكال ابسس نفس الميكانيزم، بس هنا أنا فتح عدي باتجاه اما يكون انترا اورالي اور اكسترا اورالي. الاوبننج هذا اللي انترا اورالي اما يصير بالجنجيفا مالتي الجنجيفال بارت اور سام تايمز ان within the periodontal space اللي يصير على شكل بوكيت، يمثل لي شكل البوكيت. اوكي بس هو draining sinus tract. هل يجيني بالبريدنتال ليجمنت اللي يصير احيانا يصير على شكل بوكيت، هذا انترا اورالي sinus tract على شكل بريدنتال بوكيت بس هو sinus tract، اور اكسترا اورالي هذا اللي يصير عندي draining، هذا سبب المصل اتاتشمنت اللي صار عندي sinus tract عباره عن perforation يصير للبون
بسرعه وراح يسبب لي perforation، هذا يكون over long period of time ويسبب لي drainage of pus. اوكي هذا يكون chronic ما بي symptoms symptomless. Often when we want to describe or diagnose this modality or disease هذه عندي sinus tract خصوصا اذا كانت intraorally اقدر ادخل هاي الكتبيرجا اللي هي هاي root canal obturation material ادخلها بداخل sinus tract واتبع المصدر هو already راح تروح باتجاه accused tooth سنانا sinus tract فاتحة هنا maybe on between 4 and 5 when I detect it come from upper 6. Okay. هذه طبعا يصير بيها spontaneous healing. اقدر اشتغل حتى single visit endodontics ما راح احتاج اي علاج اضافي antibiotic او غيره. ليش؟ لان عندي انا already ما راح يصير بي دي باس اكيوميليشن بسبب وجود هاي الاوبننج. Even this type will heal spontaneously. The condensing osteitis. Condensing osteitis هي type مال chronic or variant of a chronic periapical periodontitis اللي هي تكون على شكل diffuse. يكون diffuse radio opic تجيني بسبب الريسبونس للو جريد اور مايلد اريتيشن اور اريتيشن. التريتمنت احنا نحتاجها فقط اذا كان عندنا اعراض. اوكي تريتمنت هيج كيس اذا جتي طبعا هسه هذا الكيس هي اوريدي احنا نشوف يعني اوبننج صاير بالكريز اوبننج على البلب وهذا مسبب لي الى infection رايح للبريدنشيوم بس هذا سبب اللو جريد. احيانا يصير يعني الميكانيزم مال فورميشن مالته لحد الان ما معلومه احيانا يصير عندي بهالطريقه هذا دنس بون يصير عندي احيانا حتى يصير عندي بسبب الاوكلوزال تروما اذا استمرت اذا كانت كلش مايل هذا البون يصير عندي دنس هذا ديفنس ميكانيزم الابلايد دوت. اوكي التايب الاخير هي external root resorption. احنا اخذنا بذيك المحاضره internal root resorption وقلنا ليش وسولفنا عليه شويه. external root resorption اوكي هذا يكون associated with either physiological or pathological process. اوكي even from cyst it comes from normal physiology or pathology. اوكي سبب لي loss of tissue مثل الدنتين والسمنتم of the root يكون asymptomatic during development بس احيانا انا انتبه عليها ورا ما يصير mobility it is detected during routine radiographical rollout. هنا انا root resorption هاي اختصار جماعه الاورثو اكثر شيء يصير عندهم. اوكي انا ما اقول هو مو بسبب endodontics احيانا يصير اوكي بس هو الأورثو خلينا نقول يعني حسب الخبرة اللي صايرة هي يصير عندهم resorption إذا كان ال force اللي applied تكون عالية فهذا يسبب لي إلى external root resorption. السبب مالتها يكون infected necrotic pulp مثل ما قلنا over instrumentation trauma اوكي cyst احنا كلها سولفناها بس اللي مو مذكور بالمحاضرة عندكم هو orthodontics احيانا يصير. الراديوغرافيكال فيتشر مالتها radiolucent area موجودة عندي بالperapical area احيانا تكون مو radiolucent هذا replacement صاير بالبون. اوكي احيانا تكون عندي راديولوسنت بس هي عموما معظم الحالات هي راديولوسنت اريا. الريجولار شورتنينج صاير عندي بالروت تينينج احيانا خصوصا بالانتيرير تيث.
لوس اوف لامينا ديورا هذا فتشي باثوبنوماتيك يعني كاركترستيك لوس اوف لامينا ديورا ما عندي لامينا ديورا it is not normal okay treatment هو removal of stimulus اذا كان عندي infected necrotic pulp اسوي له treatment اذا كان عندي over instrumentation gives time اشوف ال treatment شنو اللي صار عندي تروما اعالجها حسب الليفل مالتها اوكي الجرانيولوما او السيست لازم اسوي لها انوكيوليشن او سيرجري حسب الحاله مالتها احيانا حتى باللن سيرجيكال روت كانال تريتمنت يصير بيها ريزوليوشن فهي عباره عن ريموفال اوف ذا ستيمولاس التريتمنت مالتها فضل دائما النن سيرجيكال مينيمال انفيزيف اندودونتكس اوكي قبل ما تجي باتجاه سيرجيكال اذا كان التوث موبايل اور هوبليس اند اي جو فور اكستراكشن هالي موبايل اند هوبليس اوكي ثانك يو المحاضره هنا لحد هنا خلصت مالت اليوم عندنا تقريبا فد 10 دقائق اللي يريد الصراحه من براحته عباره عن سؤال وجواب هسه راح افتح الشات مالتكم بس لحظه الشات اوكي مفتوح اوكي هسه منو رافع ايده فاطمه محمد عبيد فاطمة افتح المايك انت يعني اللي رافع ايده على مود افتح المايك اوكي فات 5 دقائق او 10 دقائق اللي عنده سؤال ويحتاج اجابه بهالموضوع هذا يعني طبعا طبيعي راح تكون عندكم تساؤلات بهالموضوع فنامل انه تكون صوره واضحه 100% اوكي احنا موجودين دائما انا افضل بالمحاضره لما يعني اسولف لكم شغلات افضل من الكتابه والتواصل عن طريق اذر types of communication ما اعرف بعد منو اللي عنده اي تساؤل خليه يرفع ايده او يكتب لي بالشات انا فاتح الاثنين ظهر الأمور واضحة أمير محمد رضا سوى ميوت أوكي ظهر الأمور واضحة شكرا جزيلا لكم ومع السلامه